السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا حشرح لكم تحديات المقاومة للأسبوع 11 أو 11 والأخير. عندنا التحدي الأول يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى يقول لك أنشئ اتصالا بالجهاز بالقرب من السينما الصخرية أو ديلي بوغل. أول ما تحط على التحدي يبين لك 6 مواقع، كل اللي عليك إنك تروح أي موقع تنشئ الاتصال علشان نفعل المهمة. طيب بعد ما فعلنا المهمة ننتقل للمرحلة الثانية، يقول لك فعل منارة الطوارئ في الأبراج المائلة أو تقاطع كوزي. في عندنا 4 مواقع، فهو مطلوب منك واحدة بس، تمام؟ طيب أنا في تقاطع كوزي في هذا المكان، لاحظوا معايا في هذا المكان، تمام؟ فأنت اختار اللي يعجبك، يعني مو ضروري اللي أنا رحتها، تيجي هتلاقيها نفس النظام ده، شايفين؟ تضغط عليها كده، خلصنا التحدي الأول. طب في التحدي الثاني ويتكون من 3 مراحل، ولاحظوا معايا انه التحدي الثاني ضروري انكم تسووا 3 مراحل في جيم واحد، يعني ما ينفع تسوي كل مرحلة في جيم، تمام؟ طب في المرحلة الأولى يقول لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من قاعدة السبعة الأمامية أو السبعة الأمامية. مبين معانا 4 مواقع، كل اللي عليك تروح أي موقع وتنشأ الاتصال عشان تفعل المهمة. طيب بعد ما فعلنا المهمة ننتقل للمرحلة الثانية، يقول لك جهز حقيبة الظهر واجمع خلايا الوقود بالقرب من كهف القيادة. لاحظوا معايا في المرحلة الثانية في نفس المكان اللي انت انشأت فيه الاتصال، في هو نفس المكان اللي تاخذ منه الحقيبة، فلاحظوا معايا في المواقع عشان تعرفوها، تمام؟ شوف انا هنا هتحصل واحدة هنا وعندك واحدة هنا، تمام؟ فانت اختار اللي يعجبك. هتيجي عند المبنى وتحصلها، شوفها قدامك، هذه هي تاخدها. طيب بعد ما اخذنا الحقيبة ننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة يقولك اعد حقيبة الظهر نصف ممتلئة على الاقل الى قاعدة السبع الامامية او قاعدة السبع الامامية، يعني المكان اللي احنا اخذنا منه الحقيبة نرجع الحقيبة نصف ممتلئة. طب ايش اللي هتعبيه؟ لاحظوا معايا، اول ما تاخذ الحقيبة تيجي بالقرب من كهف القيادة، أول ما تيجي من القرب من كهف القيادة هتحصل نفس النظام هذا، لاحظوا معايا، عندكم هنا مربعات بيضاء، المربعات البيضاء هي الأشياء اللي هتعبيها في الحقيبة، تمام؟ طب أقرب مكان هيكون عندنا هذا، لاحظوا معايا عشان تعرفوه، تمام؟ عشان إيش؟ تقدر تاخذ وترجع ثاني مرة، لأنك ضروري إنك ترجعها في نفس الجيم، تمام؟ تيجي هنا، تدخل هنا، هتحصلها، شايفينها؟ كده انت عبيتها، اوكي؟ طيب الان خلينا نرجعها ثاني مرة، لان زي ما طيب بعد ما اخذنا عبينا الحقيبة نيجي في نفس المكان اللي اخذنا منه الحقيبة هنا وتضغط عليه مربع، شوفوا كده خلصنا التحدي، شفتوا كيف؟ طب في التحدي الثالث ويتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى يقول لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من معسكر العناق أو آل جونزي. عندنا 6 مواقع، فكل اللي عليك تروح أي موقع يعجبك وتنشأ الاتصال علشان نفعل المهمة. أهم شيء إنك تدمج الأعداء 500 دمج وتقدر تسوي التحدي هذا على الحراس، هيتسوي معاك على طول، لاحظوا معايا، شوف اتسوى التحدي. اهم شيء تسوي التحدي بالسلاح اللي هو MK7، هذا هو، تمام؟ طب في التحدي الرابع ويتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى يقول لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من وادي الشقة أو ساحة لوغم للخشب. عندنا 6 مواقع، كل اللي عليك تروح أي موقع تنشئ الاتصال عشان المهمة. طيب بعد ما فعلنا المهمة ننتقل للمرحلة الثانية، يقول لك احضر سيارة أو شاحنة إلى قاعدة السبعة. عندنا باين في الخريطة مواقع كثيرة، كل اللي عليك إنك تاخذ سيارة وتوصلها إلى قاعدة السبعة في نفس الموقع اللي هم محددينه. شوف مجرد إنك توصل القاعدة، شوف يسووها معاك التحدي على طول. طيب بعد ما خلصنا المرحلة الثانية ننتقل للمرحلة الثالثة، يقول لك قد سيارة أو شاحنة
بين قاعدتين للسبعة دون تخطي سرعة 60، يعني مطلوب منك إنك تاخذ سيارة من أي قاعدة وتوصلها لقاعدة ثانية بدون ما تتخطى سرعة 60. حاول إنك تاخذ لك شاحنة أفضل، لأن الشاحنة تقدر تتحكم بسرعتها. شوف زي كده يستوى معكم التحدي. أهم شيء إنك تمشي بسرعة 60 أو أقل، ما تتجاوز عن سرعة 60 يخلص معاك التحدي. هذه كانت جميع تحديات المقاومة للأسبوع 11 أو 11 والأخير. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله. I'm gonna go.